المخرج المتميز محمد علي هو مخرج مسلسل لدينا أقوال أخرى، وفي لقائنا معاه كلمنا عن تعاونه مع يسرى ونوع وفكرة المسلسل وسبب تغيير اسمه. ده تالت تعاون مع مدام يسرى. عملنا قبل كده برنامج العربي، والسنة اللي فاتت كانت الوحدة التانية في الحساب يجمع، واشتغلت وأنا مساعد مع مدام يسرى في اسكندرية نيويورك مع الأستاذ يوسف شاهين. المسلسل بينتمي لنوعية السسبنس، بحيث ان هو يعني دراما رمضان دايما بيبقى الغالب عليها اما الكوميدي او السسبنس، لانه عشان تقدر تقعد الناس 30 يوم بشكل مكثف، فاعتقد ان الناس بتبقى عايزه حاجه يعني تشدهم قوي. واي عمل انت هتفكر فيه بيحياخد منك مجهود في تفكيره وفي انك تلاقي الطريقة المناسبة لانك تنفذه بيها يعني. انما السسبنس بيعتمد اكتر على الكتابة، بيعتمد اكتر على انه بيبقى ايقاعه اسرع، بيعتمد على انك ازاي تفضل تسيب مساحة للناس من التوقع والخيال، وتلعب معهم على توقعاتهم وعلى اللي ما بيتوقعهوش. هو بس نوع كتابة مختلف، وبالتالي تنفيذه بيبقى له شكل مختلف. الاسم بني يوسف كان بيعمل لخبطة للناس شوية، كانت في ناس بتفتكره انه مسلسل تاريخي، كان في ناس بتفتكره بني سويف، كان في ناس، فكان عمل ما كانش واضح تماما للجمهور، وكان بيثير تساؤلات بالنسبه للي بيسمع الاسم. لدينا اقوال اخرى اقرب للموضوع، واسم واضح واقرب اعتقد للدراما اللي بيحكيها الموضوع.